شهد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان تدشين الإشارات المرورية لتقاطعات عبور المشاة بمدينة سلمان بحضور عدد من أعضاء المجلسين النيابي والبلدي إلى جانب ثلة من كبار المسؤولين في الوزارتين. ويأتي تدشين الإشارات الضوئية لعبور المشاة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سلمان والتي يبلغ عددها 30 إشارة تزامنا مع زيادة الكثافة المرورية نتيجة لافتتاح وتسكين المراحل الأولى بها، فضلا عن رفع مستوى السلامة المرورية في المدينة حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق من القاطنين أو المرتادين، وخصوصا من بعد ما أن تم رصد زيادة ملحوظة في معدلات زوار مدينة سلمان الراغبين في الاستفادة من المرافق العامة التي توفرها من سواحل وواجهات بحرية وشواطئ عامة واستخدام المسارات المخصصة لممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية. وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع وزارة الإسكان قد قامت بالإشراف على تركيب وتشغيل إشارات المشاة منذ مرحلة التصميم حتى التشغيل وفقا للجودة والمعايير المتبعة في مملكة البحرين، إذ تم تركيب ما يزيد على 68 من أعمدة الوميض الاسترشادية لمناطق عبور المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية لتنظيم حركة السير ومنع التجاوزات المخالفة من قبل سائقي المركبات.